الأطياف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي السيد رئيس مجلس الوزراء أجاب على سؤال يتعلق بالتحقيقات في قضايا الإرهاب والاغتيالات التي أصبحت تقض يعني مضاجع الليبيين. أريد أن أوضح عدد من المسائل في هذا السياق باعتبار أن معالي النائب الثاني للمؤتمر الوطني العام كان قد أثار هذه المسألة يوم أمس. الوضع بالنسبة لهذا الموضوع كالآتي: تتعدد الجرائم من حيث الزمان ومن حيث الأشخاص، يعني مصادر الجرائم الإرهابية والاغتيالات متعددة. طريقة التعامل مع هذا الأمر هو أن الجهات الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية بذلت جهودا كثيرة في هذا الصدد ووفرت معلومات، يعني بالنسبة لوزارة العدل هي تكون في الصف الثاني فيما يتعلق بالمعلومات، أي أن الاستدلال والبحث ومكافحة الجريمة ومقاومتها تقوم بها الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ثم كل المعلومات التي تصل سواء لوزارة العدل أو تصل للنيابة العامة مباشرة من الأجهزة الضبطية هي توضع لدى النيابة العامة. وسبق لأعضاء مكتب النائب العام أن بيّن بوضوح في عدة مؤتمرات صحفية أن لدينا تحقيقات في هذا الأمر، بل أن هناك ممن اتهم بالاغتيالات قد قبض عليه ونقل من مكان إلى آخر، بل وحقق مع عدد محدود منهم، واثنان من المسؤولين عن التفجيرات قدم للمحاكمة. الإشكالية في هذا الموضوع أن مكافحة الإرهاب تحتاج لدعم فني عالي، يعني فجرت محاكمنا بسيارات مفخخة، النيابة العامة معطلة الآن في مدينة بنغازي بصفة عامة بسبب برضو حوادث الإرهاب، هناك اتفاق أو إعلان نوايا مفعل بيننا وبين حكومة الولايات المتحدة تساعدنا في بعض الأمور الفنية. مسألة الإعلان عن الأسماء التي ترد الموجودة الآن عن النيابة العامة وعند الجهات الأمنية في التقارير هي أسماء لمشتبه فيهم. الدولة لا تستطيع، يعني خلافا لموقف النيابة العامة، لا تستطيع أن تعلن عن أسماء مشتبه فيهم، لأن هؤلاء مشتبه فيهم لابد من التحقيق معهم ولابد من محاكمتهم حتى يصبحوا متهمين. هؤلاء القبض عليهم لم يكن متأتى، يعني في قضية واحدة قاضي التحقيق أصدر 13 أمر قبض لأشخاص معروفين موجودين على الساحة، ولكن القبض عليهم لم يتم لأن مواقعهم تقع في الدوائر الفراغ الأمني اللي تنشئه المجموعات المسلحة. عندنا نحن مدينة زي مدينة درنا خارج النطاق، وكما تعرفون هذه المدينة فيها فراغ أمني كبير، أيضا لدينا نفس الحالة في بنغازي. فهذه الأمور كلها تحتم على الحكومة أن تنسق أولا مع مكتب النائب العام الذي يملك التحقيقات فهو المسؤول عن الدعوة العمومية. ليس كل شيء الآن يحقق في بنغازي بسبب أن الإرهاب قد يعني انتصر نسبيا لأن المحاكم كلها مغلقة وجهات التحقيق متوقفة في بنغازي، وبالتالي نحن نتكلم عن الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك. فالمسألة أرجو أن تكون واضحة، يعني هي ما هيش
دوري مثلا كرة قدم من يفوز يعلن على الناس، بل لابد أن نكون حذرين كيف تعلن المعلومة ولمن وكيف يوضع اسم الشخص سواء كان ليبي أو كان أجنبي. هل تعلن التقارير الأمنية؟ تعرف التقارير الأمنية تكشف المصادر أيضا، عندما تتحدث عن تقرير أمني أنت تكشف المصادر. فالجهات الأمنية تنصح بأخذ الحذر في هذا، وكما قلنا وزارة العدلية في الخط الثاني بعد الجهات الأمنية. إن شاء الله الغرفة الأمنية في بنغازي، لدينا مديرية الأمن هناك، لدينا القوات الخاصة الصاعقة، نحيي مديرية الأمن، نحيي الصاعقة، نحيي الغرفة الأمنية، نحيي الجيش، نحيي الثوار الذين يعملون على مكافحة الإرهاب هناك. الجميع يعمل الآن إن شاء الله على مكافحة هذه الظاهرة. حبيت بس يعني نوضح مسألة المعلومات، أنها ما هيش مجرد قائمة زي قائمة الفائزين في مباريات. وبارك الله فيكم وتصبحون على خير. تفضل. معاد الليف، قناة العاصمة. سؤال لمعالي وزير العدل، أنت قبل قليل يعني أشدت بقوات الصاعقة وغيرها من المتواجدين على الأرض في بنغازي، وهذه القوات يعني أعلنت انضمامها رسميا إلى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر. يعني أين موقف الحكومة؟ أنتم هذه الأجزاء رسميا، عفوا، تتبع الحكومة، يعني أين موقفكم رسميا من هذه العملية؟ وهل هناك تواصل فعلي مع اللواء خليفة أم لا؟ دعني أفرق بين أمرين هنا. نحن هنا في ديمقراطية، يعني في ديمقراطيات زي حتى الولايات المتحدة تجد فيها أعلام كثيرة وتجد فيها، فعندما يعبر الناس عن آرائهم السياسية فهذا حقهم، يعني ممارسة العمل السياسي والتعبير عن الرأي هذا حق الإنسان. ولكن عندما نتكلم عن مقاومة الإرهاب وعن العملية الأمنية، لا شك أن الجيش بكل قطاعاته، والجيش الليبي، مديرية الأمن هي المديرية، الغرفة، جميعهم ضباط يتواصلون، بل يجلسون معا، يعني حتى قادة الثوار الحقيقيين يجلسون، وبدأ الجميع الآن يتفهم خطورة الإرهاب. ونحن نتصور أن هذا المشهد سينتهي إلى تعاون كامل بين الجميع لمكافحة الإرهاب الحقيقي. وبالمناسبة أريد أن أؤكد هنا، البعض يعتقد أننا عندما نشير إلى الإرهاب نشير إلى التيار الإسلامي، وهذا ظلم، هذا غير صحيح. يعني من الخطأ وضع التيار الإسلامي في سلة واحدة، بالعكس الإرهابيون ليسوا من المسلمين، بالعكس، وبالكل يرتكب إرهاب يخرج حتى عن الملة. الإرهاب الذي يقتل ظلما، فالإرهاب ممكن أن يكون من أي مصدر، الإرهاب هو الفعل. أما أن نحن نضع الجميع في سلة واحدة ونقول هؤلاء إرهابيون، لا، أبدا على الإطلاق. حتى ولو كان هناك أيديولوجية، ما لم تستعمل العنف لإرهاب الناس لتحقيق غرض يعني سياسي أو حتى شيطاني فهي خارج هذا النطاق. فالعبرة أن يكون الشخص إرهابي كما عرفه مشروع القانون المعروض من وزارة العدل، أو أن يكون العمل نفسه اللي قام به إرهابي. ولكن خطأ يعني لو خاصة في بعض وسائل الإعلام يربط هذا بالإسلام، والإسلام منه براء، والتنظيمات السياسية كائنة ما كانت هي خارج هذا النطاق. الإرهابي هو الإرهابي بعينه، ولو يعني ظهر بمظهر معين. أنا لا أعرف هذا الأمر، ولكن في جميع الأحوال أنا لا أرى في هذا الأمر مشكلة كبيرة على الإطلاق، لأن التعبير عن الرأي السياسي موجود في كل مكان في ليبيا. يعني أنت حتى تشوف هناك قادة آخرون يعني في ليبيا يعبرون عن آراء ويقلبون كل يوم. احنا انتقلنا من الدكتاتورية الكاملة إلى الحرية المطلقة. احنا بلكي شي مرة بنديروا دولة كواكب، مش حتى دولة جمهورية، يعني كل مجموعة يديروا كوكب ونديروا دولة. فهذه ظاهرة يعني نتيجة الكبت اللي عانى منها يعني الليبيين من 42 سنة، وبعدين هذه الحرية الكاملة المفاجأة. أنا أعتقد أن ليبيا أكثر بلد حر الآن في العالم، يعني الدير اللي تبي في ليبيا مثلا، ولكن في الدول الأخرى ما لا تفعل هذا.
وآخر سؤال عماد علام قناة ليبيا تي في. في بداية حديثك دفعت عن بعض الاتهامات بخصوص يعني عدم تقديم مثلا قوائم أو الحكومة يعني وزارة العدل تحديدا للقضايا الاغتيالات والتفجيرات، لكن أبرز الاتهامات أو الانتقادات خلينا نقوله الموجهة لوزير العدل أنك في أحد المرات أو في بداية هجمة الاغتيالات تحدثت أنك لو ستستقيل إذا لم يعني تم كشف هذه تكشف يعني لم تنكشف حقيقة الاغتيالات في بنغازي. هذا واحد. واثنين، لا معلش خلي أجيبك على السؤال هذا سيف القذافي. السؤال الثاني خلي أجيبك على هذا أولا، لأن السؤالين في موضوعين مختلفين. أولا نحن لم توجه لنا اتهامات بهذا المعنى، ومعالي النائب الثاني المؤتمر الوطني أشار إلى واقعة محددة، ولكن أثار إلى جزء من الحديث، يعني جزء من الحقيقة، ليست الحقيقة كاملة، يعني على طريقة ولا تقربوا الصلاة، هنا نأتي، لابد أن نكمل الآية، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فاللي حصل إنه هو نفس النقاش اللي دار أمامكم الآن، نفس الحديث اللي دار أمامكم، وقلنا أن الكشف لما تقول بفلان وفلان وهم مشتبه بهم وأنت لا تستطيع القبض عليهم، ما هي النتيجة؟ أنت ليس لديك القوة أن تلاحقهم وتقبض عليهم، لأنهم في مناطق آمنة بسبب وجود القوة خارج الشرعية، فهم يعني لا فائدة سوى أنهم إما أن يحتاطوا، إما أن ينتقم منهم وقد يكونوا أبرياء لأن هذا اشتباه، وإما أن تحدث فوضى أو يهربوا. فأصلا الفكرة يعني ما لم تقبض على الشخص يجب في الحالة الليبية الآن، لكن لو أننا نحن مسيطرين يعني أمنيا 100% على بنغازي بالشكل الصحيح ممكن حتى تعلق الصور في الشوارع يعني للمطلوبين، ولكن في هذه الحالة لا تحصل. أما بالنسبة للسؤال الخالد الذي يتكرر في كل مؤتمر صحفي، فهو يعني صديقنا العزيز رحمه الله الشهيد عبد السلام المسماري عندما تم اغتياله، أنا قلت وكررت أنني إذا لم يتم التحقيق خلال 3 أيام، كانت يوم أعتقد يوم خميس، هي خميس أو جمعة مع يوم الأحد، فلن أكون وزيرا للعدل. هذا هو كان التصريح، وقد تقدمت باستقالتي للسيد علي زيدان في المرة الأولى، ثم كان هناك انعقاد للمؤتمر الوطني العام وجلست فيه وقدمت استقالتي للمرة الثانية، وكانت تلك الجلسة متلفزة يعني، لكن أنتم لا تريدوا أن تروها، تريدوا فقط أن تروا نفس السؤال. وقد رفض السيد رئيس الوزراء على الهواء الاستقالة، وكذلك المؤتمر الوطني لم، فماذا أفعل يعني؟ مش نجمع سحوشنا وخلاص. أعتقد أننا نحتاج إلى ليبيا، تحتاجنا إحنا الآن. أكملنا المسيرة في خطواتنا النهائية، رحم الله شهيدنا المسماري، ولا بد أن أختم قولي هذا بأنه لا بد من ليبيا وإن طال النضال، وهي من الكلمات التي أوصانا بها هذا الشهيد رحمه الله. فتحية له ولبنغازي ولمناظرينا في بنغازي، ونقول لهم أننا معا ضد الإرهاب. هذا القانون بإذن الله، هذا القانون بإذن الله سينتصر، العالم سيساعدنا وسننتصر على الإرهاب والقتل، لأن بنغازي لن تنحني ولن تنهزم. بارك الله فيكم، شكرا، تصبحوا على خير.